الفقرة اللي كتجاوب على كل تساؤلاتكم حول تأمين، خاصة هاد المرة تأمين أسيستونس المساعدة أو الإسعاف، واللي كتضمن المستفيد منه جوج ديال أنواع ديال الخدمات اللي هي المساعدة التقنية والمساعدة الطبية. دكتور معتوق مرحبا. أهلا وسهلا فوزية. شنو كنقصدوا بالمساعدة التقنية؟ المساعدة التقنية هي خدمات كيقدمها المؤمن للمؤمن له في حالة استعجالية كتم إما السيارة أو الخدمات المنزلية أو السفر. بخصوص الإسعاف الخاص باستعمال السيارة، فهو كيشمل خصوصا نقل السيارة من مكان العطب أو الحادثة إلى مكان آخر، وكيختلف من عقد لآخر. فمثلا في حالة عطب السيارة أو حادثة يمكن نقل السيارة إلى أقرب غراج، يعني كنديروا الديباناج، أو الغراج اللي اختاروا المؤمن له. وفي بعض الحالات حتى خدمة نقل المرافقين إما المكان اللي كانوا ماشي له أو إرجاعهم للبيت يمكن أن تكون في العقد. ممكن المؤمن له باش يستفد حتى من المساعدة على محضر المعاينة من طرف شخص عنده دراية كينتقل عنده العين المكان. في نفس الإطار ممكن المؤمن له يستفد من سيارة تعويض اللي كنسميوها بالفرنسية لا فواتور دو رومبلاسمون خلال مدة التوقف ديالها حسب شروط العقد، كيف ما ممكن يحصل على خدمات تبليغ السلطات وتوفير خدمات الإصلاح المستعجلة باش يحرك السيارة من مكان العطب. أما بخصوص الإسعاف الخاص بالمنزل، فالمؤمن له كيستفد من انتقال الشخص اللي عنده دراية في مجال العطب اللي وقع عليه، إما النجارة إما الكهرباء مثلا، باش يدير الإصلاحات، مع العلم أن العقد يمكن يشير لجوج مرات فقط في العام اللي ممكن فيها المؤمن له يستفد من هذا النوع ديال المساعدات، واللي فيها المؤمن كيتحمل مصاريف الساعة الأولى فقط من التدخل. هذا الشيء علاش خاصنا قبل ما نوقعوا العقد نتأكدوا أنه العقد المناسب لنا. ويمكن أيضا أن يستفيد المؤمن له من خدمات حماية المنزل ومحتوياته لمدة معينة في حالة حادثة، ومن توفير تذكرة حافلة أو قطار أو طائرة باش يرجع المكان الإقامة ديالو إلى تلف، وحتى من تسبيق مالي في حالة حدوث خسائر في المنزل ديالو في نهاية الأسبوع أو أيام العطل. أما بالنسبة للإسعاف المرتبط بالسفر، فالمؤمن لا كيستفد من الضمانات المرتبطة بالمخاطر اللي ممكن توقع أثناء وجود المؤمن لا في الخارج، وفيها كنلقاو المساعدة الطبية اللي كنسميوها بالفرنسية لاسيستونس ميديكال اللي كتمكن من إرسال الطبيب أو النقل الطبي للمستشفى المختص وحتى إرجاع الجثمان يعني في حالة الوفاة إلى الوطن. وقبل ما ننهيو الحلقة لازم نذكروا بلي لازم نتوصلوا بالعقد ديالنا ونحتفظوا به. نعم شكرا. غدا إن شاء الله فقرة جديدة حول التأمين، ولا كان عندك أي تساؤل زور الموقع الإلكتروني أو اتصل بأكابس 3W.أكابس